أرقام سارة ومؤشرات مبشرة في وقت المنطقة في مشدودة بصراع، لكن مصر في حتة تانية خالص. إيه اللي حصل في الساعات الأخيرة وإزاي مصر قدرت تتجنب الفوضى اللي في المنطقة وتحافظ على انطلاقة اقتصادها ومؤشراتها المالية؟ كل ده هنعرفه في الفيديو ده، خليكم معانا للآخر. بانكير، نبض البنوك. أول حاجة معانا النهاردة كانت قرارات ومفاجآت البنك المركزي المصري على مدار الساعات اللي فاتت، واللي كانت الوسط المالي والاقتصادي المصري والإقليمي كمان، وكانت بخصوص الخدمات الجديدة اللي المركزي بيستعد لإطلاقها ضمن استراتيجية تحديث قطاع المصارف والدفع الإلكتروني، وأن مصر شغالة على دراسة إطلاق الجنيه الرقمي بحلول 2030، وده لأنه لغة العصر وأكثر أمان وبيحافظ على الأموال وبيوفر في طباعة العملة الورقية، وأنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من دراسة المشروع واللي خلصت لإعداد تقرير الدراسة وتحليل مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي المصري. المركزي شغال كمان على مشروع تاني مهم جدا، ومشروع التعرف على هوية العملاء إلكترونيا أو الهوية المالية الرقمية، واللي بتهدف للتعامل مع العملاء إلكترونيا بطريقة آمنة لمستخدمي الخدمات المالية. ومن بين مفاجآت البنك المركزي للمصريين، وبيستعد لإطلاق خدمة الاقتراض الإلكتروني للعملاء من خلال محافظ الكاش على الموبايلات، وده هيكون من خلال سيستم جديد المركزي شغال عليه بكل تفاصيله وهيتم الإعلان عنه قريب جدا. من الخدمات بنروح لأرقام البنك المركزي المصري واللي أعلنها في الأيام اللي فاتت، واللي أعلن فيها زيادة الإيرادات السياحية اللي سجلت 14.4 مليار دولار في 2023-2024 مقابل 13.6 مليار دولار العام المالي السابق ليه، يعني بزيادة حوالي مليار دولار مرة واحدة. ومن بين الأرقام المفاجأة كان ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر واللي وصلت 46.1 مليار دولار في 2023-2024 كأعلى قيمة تاريخية. المفاجأة الثالثة من البنك المركزي اللي كانت في أرقام تحويلات المصريين العاملين بالخارج في 2023-2024 واللي وصلت 21.9 مليار دولار. من بين الأحداث المهمة في الساعات الأخيرة كانت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن التحديات والتطورات الاقتصادية في مصر مع تصاعد الأحداث في المنطقة، وكشف رئيس الحكومة أن مصر بتعيش حاليا مرحلة فارقة واستثنائية وغير مسبوقة بسبب الأحداث في العالم والمنطقة ما شفتهاش من سنين طويلة، وأن خطورة الأزمات دي وترتها سريعة جدا لدرجة كبيرة. ولفت التقرير الكلام مدبولي أن مفيش دولة في العالم تقدر تتوقع بكرة هيحصل إيه. الدكتور مدبولي قال في لقاء مع عدد من القامات الفكرية في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة أنه رغم التحديات الخطيرة لكن الاقتصاد المصري بخير، وضرب مثال على تراجع الدين الخارجي لمصر واللي انخفض لأكثر من 15 مليار دولار خلال 6 شهور فقط، وأن الحكومة شغالة بكل جهدها على إصلاحات اقتصادية زي تمكين القطاع الخاص والنزول بتضخم لأقل من 10% خلال نهاية 2025. واستعرض مدبولي قوة الاقتصاد المصري واللي قدر يصمد وسط كل التحديات ويحقق طفرات اقتصادية خاصة في مجال الاستثمار والصناعة والتنمية، وده بفضل حالة الاستقرار الكبير في مصر. آخر الأحداث الاقتصادية المهمة معانا كانت بخصوص تأجيل صندوق النقد الدولي للمراجعة الرابعة للقرض المصري لصرف شريحة 1.3 مليار دولار لشهر نوفمبر اللي جاي واللي كان مقرر عقدها في أكتوبر الجاري. المراجعة اللي بيعملها صندوق النقد عبارة عن مراجعة الاتفاقات مع الحكومة المصرية والخطوات المطلوبة لحد ميعاد المراجعة التالية، هل اتنفذت ولا لا، ايه اللي اتنفذ منها وايه اللي لسه، وبناء عليه لجنة المراجعة بتاخد قرار بالعرض على مجلس الصندوق اللي بيحدد المراجعة. وطلعت تقرير الايام اللي فاتت بتأكد قرار الصندوق بتأجيل ميعاد المراجعة الرابعة. وفي عدد من الأسباب خلت المراجعة يتم تأخيرها شهر إضافي، أهمها أن صندوق النقد الدولي بيعقد اجتماعات سنوية مهمة جدا، وده بيأثر على جدول أعماله وبيخليه في أحيان كتير يأجل بعض الملفات، وأحيانا الصندوق بيمنح الحكومة وقت إضافي لتنفيذ مزيد من الإصلاحات الاقتصادية علشان عايز يتأكد أن كل حاجة ماشية كويس. دي كانت أغلب التقارير اللي قدمتها وحدة منصات بنكير على مدار الأسبوع. أنا أشرق أشرف وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.